حنا اللوليين حنا غاديين دونك واجد من بعد في الاخر العام غنشوفوا لي واش واجدين بصح ولا لا. شنو تبغي تقول لجماهير الوداد اليوم وليد؟ بحال ديما كنحسوا ب ب ب ب بالريح اللي كيحطونا باغيين يكونوا اليوم ولا كان الجمهور ماتش اخر اونكور بالحق على الله على الله يخليهم يدخلوا بيانتو باش يحطونا ديك لا فورس و بيان سور محتاجين اي فرقه ودار الوداد اللي دات بطوله داتها بالجمهور ديالها والجماهير راك عاود بخصوص القضيه ديال الانتدابات زعما شكرا لا 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 لا, لا ما الجمهور ديالنا عارفين حنا داخلين في واحد الضغط اللي كبير وقلتها المره اخرى حنا عائله واحده حتى واحد ما غادي يفكنا بالجمهور ديالنا عارف بيان سور غيكونوا الناس اللي غيبغيو يهضروا على بزاف ديال لي ديتاي باش يخرجونا بالوبجيكتيف ديالنا بحق الوبجيكتيف غيبقى هذا عندنا يمكن 28 لاعب ولا 30 هما وليداتنا حتى لاخر العام غنتقاتلوا معاهم والجمهور ديالنا معنا وفي الاخر غنديروا الحساب.